أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. نبدأ أخبارنا المحلية من حمص، حيث لجأ أهالي حي الوعر في المدينة لزراعة حدائق المنازل والساحات العامة في محاولة لكسر الحصار المفروض من قبل قوات النظام منذ 3 أعوام وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويؤمن الأهالي المستلزمات اللازمة للزراعة عن طريق المكتب الخدمي في الحي. وبلغ عدد المستفيدين من المكتب حوالي 1000 شخص بحسب ما أكده مديره، الذي لفت أيضا إلى أنهم يتلقون الدعم من مجلس محافظة حمص الحرة، حيث بدأ بهذا العمل منذ العام 2014 نظرا لصعوبة الوضع الإنساني داخل الحي. انتقالا إلى ريف إدلب وتحديدا في مدينة خان شيخون، حيث يقدم معهد أمل المستقبل الذي أطلقته جمعية صناع الحياة دروس تقوية ودورات مجانية لطلاب الشهادتين الذين لم يتمكنوا من إتمام تعليمهم في ظل التهجير والنزوح والأوضاع المعيشية الصعبة. المدير المسؤول أكد من جهته أن الهدف من هذا المعهد هو وصل حلقات التعليم التي انقطعت بسبب الحرب الدائرة وحركة النزوح وتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم، موضحا أن الدورات تقدم مجانية وقد وصل عدد الطلاب إلى 150 طالبا من الشهادتين، مشيرا إلى أن المعهد قادر على استيعاب ضعف العدد الموجود. أما في درعا، بدأت الهيئة العامة للخدمات المدنية التابعة للدفاع المدني في المنطقة بتوزيع مادة الكلور على الأهالي، وذلك من أجل تعقيم مياه الشرب بعد تسجيل إصابات بأمراض وبائية. مسؤول لجنة حماية مياه الشرب المهندس عبد العزيز الكرمان أشار في تصريح لوكالة سمارت أن أسباب انتشار الأوبئة مؤخرا يعود إلى التلوث بشكل عام وتلوث مصادر مياه الشرب وشبكة المياه بشكل خاص، وذلك نتيجة توقف الضخ في غالبية الأحيان وتواجد العديد من الحفر المكشوفة على شبكات مياه الشرب بمعظم درعا. وفي أسعار صرف العملات، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ففي دمشق بلغ سعر صرف الدولار 490 ليرة للشراء و 494 ليرة للمبيع، وكذلك في حلب سجل سعر صرف الدولار 490 ليرة للشراء و 495 ليرة للمبيع. وفي أسعار الذهب لهذا اليوم، سجلت الأونصة 1337 دولارا، أما في السوق السورية ووفق تسعيرة جمعية الصاغة بلغ سعر الجرام من عيار 21 18445 ليرة، والجرام من عيار 18 15808 ليرات. وفي أخبارنا العربية نبدأ من لبنان، حيث خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان إلى بي سلبي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة رويترز.
الوكالة وفي تقريرها حول تقييم الاقتصاد اللبناني أشارت إلى أن الحرب في سوريا تؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي وتوقعات لبنان للمستقبل، وخاصة بعد أن لجأ إليها فئة كبيرة من رجال الأعمال السوريين، فشهدت المصارف اللبنانية تحويلات مالية كبيرة قدرت وفق مراكز الأبحاث الاقتصادية بحوالي 10 مليارات دولار، لكن الأوضاع السياسية غير المستقرة في لبنان حرمته من الاستفادة من هذه الأموال عبر توظيفها في استثمارات مباشرة تساهم في تنشيط الاقتصاد. عوضت الليرة التركية حوالي 20% من خسائرها التي منيت بها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث تراجعت العملة إثرها بنسبة تتراوح بين 4.5 و5%. مصادر اقتصادية من داخل تركيا أكدت أن الانخفاض الذي منيت به الليرة التركية غير ملموس، إذ إنه لم يترك أي آثار على أسعار المواد الأساسية والسلع، ولم تعاني الأسواق من فقدان أي سلعة، وبدأت أوضاع الأسواق اعتيادية، وحركة المواطنين والتسوق على حالها وخاصة جنوب البلاد. رجل صيني بخيل مزق 21,000 دولار من ثروته كي لا يستحوذ أحد أبنائه عليها، فقام ابنه بتجميع ولصق النقود لمدة 3 أشهر ونجح في استبدالها. نتابع. أسفر هاجس الخوف لدى رجل صيني من سرقة أبنائه لثروته البالغة 21,000 دولار عن تمزيقه 1,080 ورقة نقدية، لكن الأمر الذي يدهش أكثر هو تمكن ابن هذا الرجل وزوجته من إعادة الأوراق المالية عن طريق قيامهما بلصقها طوال عدة أشهر وتبديلها في مصرف بأوراق نقدية جديدة. وذكر الابن تشان في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الصينية أن والده البالغ 85 عاما باع منزله مقابل 30,000 دولار وانتقل إلى بيته في تشرين الأول عام 2015. وكان الرجل قد حافظ طوال الوقت على نقوده تحسبا من سرقتها من قبل أفراد العائلة، فأقدم ذات يوم على تمزيق ما يزيد عن ثلثي المبلغ لمنع تشان وأطفاله من استخدامه. ولإعادة الأموال استمر تشان وزوجته منذ ذلك الحين في لصق الأوراق كل يوم طوال 3 أشهر. يسعى أصحاب الشركات الناشئة في الكاميرون لاستغلال انتشار استخدام الطائرات الصغيرة من دون طيار في البلاد في إقامة مشروعات مربحة، كما يدرسون تصنيعها محليا بالاستعانة بمهندسين أو مطورين محليين. أسلوب جديد ابتكره هذا الشاب الكاميروني لمواجهة التراجع الذي يشهده قطاع السياحة في بلاده، حيث استخدم ماتيو أونجيني طائرة بدون طيار في التقاط عدد من الصور الرائعة للمواقع السياحية الجذابة في بلدة إيبولا جنوب البلاد كي يطلع السائحون المحليون عليها. وتتراوح تكلفة الرحلات التي تقوم بها الطائرة بين 170 و 250 دولارا. ومع انتشار استخدام المدنيين للطائرات بدون طيار في جميع أنحاء العالم، يحاول بعض أصحاب الشركات الناشئة في الكاميرون الاستفادة من هذه الطائرات في إقامة مشروعات ناجحة. نما اقتصاد الصين في الربع الثاني من العام الحالي بوتيرة أكبر قليلا من المتوقع، بيد أن النمو لم يبلغ بعد مستوى الاستقرار بعد انخفاض هو الأكبر خلال ربع قرن. وأظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد نما في الفترة من نيسان إلى حزيران الماضيين بنسبة 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها نفس النسبة المسجلة بالربع الأول من هذا العام. وكان المحللون يتوقعون نسبة 6.6%، ويعطي الارتفاع المسجل مقارنة بتوقعات المحللين أملا في أن يستقر نسق نمو الاقتصاد الصيني، بما يساعد على تحسن الاقتصاد العالمي برمته. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة، ونعود الآن إلى الزميل وسام. إليك وسام. يعطيك العافية دعاء، شكرا.